مساء الخير. القضية الأولى اليوم اللي شاغلة العالم كله هي أزمة وباء الكورونا. لبنان والعالم اليوم موجود بخضم هالمعركة الشرسة. هالمعركة أصبحت أولوية عمل الحكومات واهتمام الشعوب بكل أنحاء العالم، فلا تزال الأبحاث والتحاليل جارية لكشف لغز وأسرار هذا الكورونا. هالمرة غير كل المرات، هالمرة نحن مش قدام تهديد للاقتصاد أو للأمن أو للوضع السياسي، هالمرة نحن قدام تهديد للحياة، وحياة الناس وصحتهم هي دايما الأهم. ولأنه صحتنا وصحة اللي منحبهم أغلى من كل شيء، التزمنا التعبئة العامة وبقينا ببيوتنا. بقينا ببيوتنا وضروري نضل ببيوتنا لأنه بعدنا بصلب هالمعركة. يمكن كلمة معركة تقيلة شوي، ولكن هيدا الواقع. أما اليوم وبعيداً عن الجو السلبي والأرقام الكبيرة للمصابين بالكورونا بالعالم، رح نحكي عن الصحة النفسية يلي بتوازي الصحة الجسدية دائماً وخصوصاً بهيدي المرحلة. رح نجرب نقدم لكم مجموعة من الإرشادات لتمرير هالمرحلة بأقل أضرار نفسية ممكنة. بدي رحب بضيفنا بالستوديو دكتور ميشيل نوفل. حضرتك اختصاصي صحة نفسية، معالج نفسي وطبيب ونائب رئيس جمعية علم النفس بالشرق الأوسط. أهلا وسهلا فيك. مرحبا، كيفك باميلا؟ الحمد لله. كيفك أنت بهالوباء الكورونا وبهالأزمة اللي عم تقطع علينا؟ الحمد لله، عم نعمل الماكسيموم قد ما فينا إن شاء الله. دكتور، يعني اليوم لبنان وكبار الدول بالعالم وضعت قيود مشددة على المواطنين بغية حصر وباء الكورونا وعدم تفشي أكثر وأكثر، فيبدو أنه الناس اللي رح تزمط من الكورونا ما رح تزمط من الضغط النفسي على أثر الحجر المنزلي إلى حد ما أكيد. وطبعا يعني بطبيعة الحال الشعب اللبناني اليوم هو شعب مرق بكتير ظروف صعبة خلال حياته، إن كان من الحروب، إن كان أزمات اقتصادية، أزمات أمنية، أزمات سياسية اللي بعدها مرافقته كمان لليوم. وطبعا يعني اليوم الشعب اللبناني ما عنده المعرفة الكافية كيف يتعامل مع هيك ظرف استثنائي كونه لأول مرة عم بيعيش هيدي الحالة. فبشكل عام شو تأثير الحجر المنزلي اليوم على الأشخاص؟ شو العوارض النفسية اللي بلشت تتبين عن الناس اللي عم تلتزم الحجر المنزلي؟ نعم، أول شيء بحيي جميع المشاهدين وبقول الحمد لله على السلامة للأشخاص اللي وصلوا هلأ يمكن على لبنان. نحن بصراحة مزبوط قاعدين بفترة فيها ستريس، ونحن هلأ بفترة ستريس المرتبط بموضوع وباء الكورونا يلي هو ستريس حاد، لأن نحن هلأ هذا الشيء عايشينه مؤخرا، وهو نوعين ستريس، اللي هو أول شيء الشخص عطلان هم أنه ما يلقط الفيروس، وبذات الوقت الشخص كمان مضطر أنه يكون بالحجر المنزلي اللي هو تغيير كتير كبير على حياته اليومية للإنسان. يعني في عنا شغلتين، في عنا الخوف من العدوى وفي عنا الانزعاج إذا بديك من هذا التغيير الكتير كبير اللي صار اللي غير بحياتنا بشكل جذري. أنا حبيت بمقدمتك حضرتك قلت أنه قديش الصحة النفسية مهمة قد الصحة الجسدية، لأنه بالنهاية شو إلا معنى الصحة الجسدية إذا كانت منيحة وصحته النفسية للشخص منها كتير منيحة. الفترة اللي احنا قاطعين فيها هي فترة ستريس، والستريس هو بيأثر على الإنسان على عدة أصعدة، بيأثر على الإنسان على الصعيد العقلي الذهني، على الصعيد النفسي العاطفي، وعلى الصعيد الجسد العضوي. وهذا الشيء بخربط له كتير أشياء بحياته اليومية، بعلاقاته إلى آخره. نط أنه هالفترة يمكن كتير معنا علاقات اجتماعية، بس أنه بشكل عام بيأثر على الإنسان على عدة أصعدة. طيب دكتور، إمتى بتكون يعني الاضطرابات طبيعية؟ طبعا اليوم يعني الخوف القلق شيء طبيعي الإنسان يواجهه. إمتى بتصير يعني بتتخطى الحدود، بتصير تصنف كمرض نفسي كأزمة نفسية؟ أول شيء بحب بلش أقول أنه كتير طبيعي هلأ الفترة نكون نحن قاطعين بحالة نفسية مش مرتاحين. يعني واحد لازم شوي يقدر يستوعب هالفكرة، أنه إذا الواحد منه مرتاح ومتضايق يقدر يتقبل يلي عم بيصير معه ولا عم بيشعره يلي عم بيصير حواليه. يعني it's okay أنه هلأ نكون نحن منا منيح، لأنه الوضع استثنائي، إن شاء الله قريبا هيدا الشيء بيتغير وبنرجع لحياتنا الطبيعية. كل شخص هلأ بالفترة بيقدر يكون عنده عوارض نفسية أو عوارض جسدية مرتبطة بالستريس أو مرتبطة بالإحباط أو مرتبطة بالخوف والقلق، مش معناتها أنه مشخص باضطراب. أصلاً أقلية الأشخاص هن اللي ممكن يعانوا من اضطراب نفسي مشخص، الأكترية ما بيكونوا تشخصوا باضطراب نفسي. عادة واحد على أربعة
ممكن حسب الدراسات يكون مشخص باضطراب نفسي مش أكتر. يعني أكترية الناس ما عندها اضطرابات نفسية، ولكن ممكن يكون عندها عوارض تشبه عوارض الاضطرابات النفسية. نحن منشخص اضطراب نفسي لما أولا يكون في عنا مجموعة عوارض مع بعضهم، يعني مش عارض واحد، عدة عوارض مع بعضهم، إن كانت عقلية مثل التركيز ممكن يكون خف، طريقة التفكير صارت بطيئة، مشاعرية إذا الشخص ممكن صار حاسس حاله عطلان هام، محبط، مشغول باله، وجسديا إذا كمان صار عنده إرهاق أو أوجاع جسدية بده يكون عنا، وطبعا غيرهم كمان عدة عوارض بده يكون هدول العوارض موجودين على فترة زمنية طويلة، يعني بالأقل أسبوعين وما فوق. وثالث شغلة بده يكونوا هالعوارض وهالفترة مأثرين على حياته اليومية، حياته العملية، يعني هذا الشخص ما بقى قادر يكون عايش بحياته اليومية بشكل طبيعي، ما بقعد بقى كتير فعال بحياته العملية. سو بده يكون عنا هول ثلاثة conditions لحتى نقدر نقول انه شخص ممكن يكون عنده اضطراب نفسي مش بس فترة عابرة. طيب دكتور، بالنسبة للأشخاص يلي أساساً عندهم اضطرابات نفسية قبل وباء الكورونا، قبل هيدي الأزمة، يلي بيعانوا من القلق، من الخوف، أو هني OCD، اليوم وقع الحجر المنزلي عليهم عم بيكون أصعب، عم بيصعب حالتهم، عم تتأزم حالتهم أكتر؟ مثل ما قلت، في أكثرية الأشخاص اللي ما بتعاني من اضطرابات شخصية أو ما تشخص باضطرابات نفسية most likely قطعين بفترة صعبة هلأ، وهذا الشيء كتير طبيعي. ولكن مثل ما حضرتك عم تقولي مزبوط، في عنا الأشخاص اللي أصلا عندهم اضطراب نفسي إن كان تشخص أو الاضطراب موجود بس هن مش عارفين أنه موجود لأنه بعد ما استشاروا اختصاصي وما نعمل تشخيص. أكيد بهالفترة العوارض ممكن تزيد، خاصة إذا الشخص منه عم بيعالج الحالة النفسية اللي عنده إياها. أكتر شيء هلأ منحس أنه الناس اللي بيعانوا من كآبة عادية مشخصة، يعني كاضطراب نفسي clinical depression، ممكن الفترة يكون عندهم تشاؤم أكتر، عدم القدرة على التفاؤل، وجهة نظر سلبية، يمكن يحسوا بعدم الطمأنينة، بقى ممكن يكونوا شوي بيشوفوا بعدسة سلبية الأمور، ما بيكون عندهم كتير أمل للمستقبل. عند أي مستوى دكتور من الاضطرابات بتنصح المواطنين يعني يتجهوا يلجأوا لحكيم تا يعرفوا حالهم إذا هن بيعينوا من مرض نفسي أو مجرد اضطرابات عادية؟ رح جيبك، بس رح كفي الفئة تانية، هي الأشخاص اللي بيعانوا من اضطرابات القلق anxiety disorders بشكل عام. يعني كل شخص بيعطي الهم عادة ما بيحب المجهول، وهلأ في عندك عامل المجهول هو عامل كتير أساسي بالفترة اللي احنا فيها، ما بنعرف شو رح يصير جمعة الجاي، وكمان المعلومات تتغير من أسبوع لأسبوع، كل أسبوع بنعرف معلومة جديدة أو بتتغير المعلومة، بتكون على أساس في شيء نحن مفتكرينه وفهمناه صح برجع بتغير المفهوم. هذا الشيء بيضيع الأشخاص اللي هن بيعطلوا هم، ممكن يزيد لهم عوارضهم النفسية والجسدية. وعندك الأشخاص بالأخص اللي بيعانوا من وسواس استرساب أو OCD، خاصة بالOCD اللي مرتبط بالعدوى الكونتامينيشن، لأنه هن أساسا حساسين على موضوع العدوى، وهالفترة طبعا لأنه نحن بحاجة ننتبه على الهايجين تبعنا، النظافة، يمكن الوسواس ممكن يزيد. هلا الشخص مفروض يكون عم يستشير اختصاصي لما يكون مثل ما كنت عم بقول إنه هول العوارض اللي عم بيلاحظهم هن عوارض عم بيضاينوا على فترة طويلة، وعنده باقة عوارض مع بعضهم وعم بيأثروا على حياته اليومية، لأنه الإنسان منه مضطر يكون عم بعيش بهالحالة النفسية يلي هي كمان ممكن تأثر على عليه جسديا عضويا، لأنه في كتير عنا اضطرابات سايكوسوماتيك نفسية عضوية، الشخص ممكن يحس بعوارض جسدية ويكون المشكل بالأساس هو الشيء نفسه. بس الشخص يبلش يتخربط عضويا أو نفسيا ويحس أنه حياته اليومية وعمليته بالحياة فعاليته تخربطت، أكيد لازم يستشير اختصاصي. نعم دكتور، اليوم يعني جراء القعدة بالبيت والحجر المنزلي في كتير أشخاص منكبين على القراءة، على الاطلاع على المعلومات، على آخر الأبحاث حول وباء الكورونا، عم بيقضوا ساعات طويلة عم بيطلعوا على هيدي المعلومات، وبالتالي هالشي عم بينعكس عليهم سلبيا. قد مهم اليوم الشخص يكون على اطلاع وعلى معرفة شو عم بيصير حواليه وهو وين وإمتى، يعني وين يعني حدود هال هيدي نقطة كتير مهمة، لأنه الإنسان حضرتك عم تقصد القراءة عن الوضع طبعا. نعم. يعني الأبحاث، التحاليل يلي كل يوم عم نقرأ شيء جديد بخصوص الكورونا، لما يكون في شيء بهالحجم، إنه بدي أقول شغلة إنه هذا الفيروس حجم الإنسان، يعني نحن كلنا بالعالم وقفت الكرة الأرضية، وقفت يعني ولا مرة بحياته صاير شيء بهالحجم، مش بالضرورة لأنه الفيروس هو أخطر فيروس بالعالم، بس إنه أثر على الناس
على الكرة الأرضية كلها لأنه وباء عالمي تصنف. صح أكيد، خاصة لأنه الناس اليوم بتسافر كتير، يعني اليوم مش مثل من 100 سنة لما كان في السبانيش فلو، الناس ما كانت تسافر، ما بعرف إذا كان في طيارات أصلا، بس الناس بتسافر أكتر مش هيك، بركة هيدك ساعد على أنه الفيروس ينتقل بطريقة كتير سريعة، غير أنه هو أصلا بينتقل بطريقة سريعة. بقى وقف الكرة الأرضية كلها، بقى هيدا الشيء أثر على الإنسان، على الهيومانيتي بشكل عام. مهم الإنسان وبحاجة الإنسان يعرف المعلومات، وأنا دائما بشدد أنه يكون تمعيد حالي كذا مرة أنه يكون المصدر اللي عم بيقرأ منه هو مصدر موثوق فيه، لأنه إذا نحن بدنا نقرأ من وين ما كان ممكن يطلع لنا معلومات خاطئة وترعبنا وتخوفنا ويكون منه مزبوط، وما لازم نقرأ، لازم نقرأ بس من بعض المصادر اللي موثوق فيها، مثل المنظمة العالمية للصحة، مثل وزارة الصحة بلبنان، أو CDC اللي هو Center for Disease Control بأمريكا. بقى مهم أنه الشخص يعرف، لأن الناس بحاجة يكون عندهم معلومات ليكون عندهم شيء بإيدهم حسوا حالهم عندهم شوية كنترول، لأنه هلأ نحن حاسين شوية مضيعين هالقدرة على السيطرة، هذا loss of sense of control بخربط الواحد وبيزد له من الحالة اللي هو فيها. في كتير معلومات خاطئة، في كتير إشاعات، يعني كل يوم على عدد الدقائق بتطلع. كمان عندي كتير conspiracies، يعني في كتير ناس مثلا حتى بيطلعوا بنظريات أنه هل هيدا شيء كان مبرمج شيء بيولوجيا ولا مهندس بيولوجيا، ولا هل هيدا هو شيء حرب بيولوجي. يعني في كتير conspiracy theories نظريات. وطبيا يعني بعدها كمان في علامات استفهام كتير. نعم. حول وباء الكورونا. أكيد أكيد. بس اللي تجاوبك على السؤال بطريقة مختصرة ومفيدة هي أنه لا، الإنسان لازم يعرف، بس لازم يحدد كم مرة بيقرأ عن الموضوع، وإلا بعدين شوية بيصير هو مثل كأنه عم بيخلي حاله يصير مهوس بالشغلة، أنه أكيد المعلومات رح نعرفها فينا نتأكد منها نفهمها مرة، بس مش كل الوقت قاعدين عم نركز عليها. يعني يكتفي بالمصادر الموثوقة مرة بالنهار، كمان مرة بالنهار بالزيادة. أوكي. طيب دكتور، اليوم كمان كمان نقطة يعني مهمة، سوري على التشتيت، يركز على الأشياء الإيجابية كمان. ما في شك أنه اليوم أكيد في أشخاص نعفوا من الفيروس. اليوم في أشخاص نعملهم تيست وطلع سلبي نيجاتيف، أكيد في أشخاص طلعوا تيست بوزيتيف، بس كمان في كتير أشخاص كانوا كوفيد 19 نيجاتيف اليوم تيست سلبي، وفي منهم تعافوا كمان. صحيح. مهم نركز على الأشياء الإيجابية كمان. أوكي دكتور، اليوم يعني نتيجة الحجر المنزلي في ظاهرة يعني بلبنان، وهي منا مستجدة، هي أكيد قبل الكورونا يمكن بهالوضع تفاقمت أكتر، واللي هي ظاهرة تناول الحبوب والأدوية العشوائية من دون وصفة حكيم. نعم. يعني اليوم في كتير ناس بلبنان المعصب بيلتجئ للحبوب للأدوية، يلي عم بيمرق بأزمة شخصية، يلي بيعاني من قلق ما بينام بطريقة. نعم. منتظمة. أدي هالموضوع اليوم عم بيزيد على أثر الحجر المنزلي، وين خطورته؟ أكيد هيدا السؤال كتير مهم ونقطة كتير مهمة. بعتقد أنه لازم الإنسان ينتبه كتير من هالموضوع، ولما يكون موتر يستشير دايما الاختصاصي، الطبيب النفسي تبعه أو طبيبه، ويأخذ رأيه الطبي، ويكون ملتزم بالوصفة حسب ما الطبيب بيصف له إياها، حتى لو يمكن هلا ما بيقدروا يروحوا عند الحكمة على العيادات، بس صار فيه هلا شوية التلي كونسلتيشن أو التلي ثيرابي أو التلي ميديسن، تقدر تعمل فيها سكايب بهالفترة الاستثنائية. إذا الحكيم بيعرف المريض بعتقد مسموحة، إذا ماني غلطان. بقى لازم كل شخص ما يتناول أدوية عشوائية لأنه حدا نصحه فيها، أو لأنه خيه بيخدها ياخذ منها، أو لأنه جاره عنده إياها، لازم يستشير، لأن يمكن يكون دواء منه مناسب له، وفي أدوية فئة أدوية معينة ممكن تسبب إدمان، ممكن تخلي الشخص إنه ما يعود يقدر يطلع منها بسهولة. بقى دايما لازم الشخص يستشير الطبيب النفسي تبعه. أيضا اليوم دكتور، على أثر الحجر المنزلي منلاحظ في فئتين من الناس، يعني في مجموعة من الأشخاص بتلتزم الحجر المنزلي، بتلتزم يعني التدابير اللي أخذتها السلطات اللبنانية، وبتاخد الموضوع على محمل الجد. بالمقابل عنا مجموعة كتير كبيرة من الأشخاص للأسف يعني ما بيلتزموا بهيدي الإجراءات المشددة، وما بياخدوا الموضوع على محمل الجد، وكأنه ما بيصدقوا أنه عن جد في وباء ولازم يلتزموا بيوتهم. ليش برأيك قد في تناقض بين يمكن شخص يمكن وشخص؟ يمكن في عدة تفسيرات أو أسباب ليش في بعض الأشخاص ما عم يلتزموا لازم يلتزموا في الحجر المنزلي. في ناس يمكن بركي شوية بالنكران، بالدينايل، ما عبالهم يعيشوا هالحقيقة، انه اهين لهم بالنسبه لهم، يمكن، او انه بمعنى عم بيجرب دماغهم يبسط لهم اياها كرمال تكون اهين لهم نفسيا. وفي أشخاص يمكن بركة هن طبعاً شخصيتهم ما بيقدروا بسهولة إذا بدك يلتزموا بشغلة، من النوع اللي شخصيتهم
بتخليهم يكونوا بحاجة يحسوا حالهم حرين، يكونوا فري. صعب أنه تحصريهم بمحل معين. بعدين في عندك أشخاص اللي من طبع معين أو شخصية معينة، اللي هي مثلا مثل نوع الشخصية الوسواسية، مش الوسواس الكهربي بس الشخصية الوسواسية، بيبقوا عندهم روتين وبروجرام معين، لما تجي تغيري لهم شغلة بحياتهم يكون في تغيير كتير كبير، صعب أنه يرجع يتأقلم بسهولة. يعني هذا الشانجمان اللي فجأة اللي صار، اللي هو بصراحة صار سريع نسبيا بأسابيع، يعني ممكن يسبب لبعض الأشخاص مفاجأة أكيد أزمة. بقى في ناس يمكن بعد ما كتير عم بيقدروا يضاينوا بالبيت على فترة طويلة، وعلى كل حال يعني هذا شيء كتير صعب، بس نحن بنعمل مستحيل أنه الشخص إلا إذا عن جد ضرورة أنه يظهر من بيته، أنه نضلنا ببيوتنا، لأنه هي الطريقة الوحيدة، ما في طريقة تانية بعتقد. برأيك هيدا الروتين رح ينعكس من بعد ما يخلص الكورونا؟ يعني اليوم العالم تعود تقعد ببيوتها، ما قلت ترجع تستصعب الخروج إلى العمل وممارسة حياتها ونشاطاتها السابقة؟ في شيء إيجابي من الجواب تبعي، بيكون أنه أول شيء الإنسان خاصة اللبناني عنده مرونة نفسية بتساعده. اللبناني إذا بدك شوي بنقول مثل ما وين بتكبيه بجوائف تقريبا، لأنه نحن عنا هالريزيلينسي، لأنه القدرة أنه نتأقلم لما يصير في تغيير كتير كبير. هذا الشيء الحمد لله يعني بيساعد كتير فئة كبيرة من اللبنانيين، سو يمكن بيتأقلم الإنسان بشكل عام، ما عم بحكي عن فئة خاصة بس عم بحكي in general. أكيد طبعا لما نرجع تتغير يصير في ريفيرس لهذا النيو نورمال، لأن إحنا هلا الطبيعي هو أن نضلنا بالبيت اللي هو نيو نورمال، حيكون بركي في فترة عابرة شوي صعبة للشخص ليرجع يتأقلم. ولكن في عندك أشخاص يمكن بالماضي جنريشن معينة بركي اليوم قاطعين بفترة صعبة، لأنه هالحجر المنزلي شوي بذكرهم بمراحل كانت صعبة قطع فيها لبنان بالزمانات بالسبعينات والثمانينات فترة الحرب. لأنه ممكن الأشخاص اللي بوقتها الحرب أثرت عليهم وسببت لهم شوية اضطرابات ما بعد الصدمة، وهالاضطرابات القديمة هيك مثل علمت ذهنيا براسهم، عملت مثل نوع سكار أو سيكاتريس بذهنهم. ممكن اليوم ترجع هيدا السيكاتريس ترجع تفتح شوية وترجع تنز إذا بدك بصورة، يعني شوي figuratively speaking، أنه يرجع يحسوا أو يتذكروا ويجيهم فلاش باكس على أوقات عشوة بالماضي، بقى يمكن تكون شوي صعبة لبعض الأشخاص. دكتور، اليوم إذا بدنا ندخل شوي بتوصيات منظمة الصحة العالمية يلي أعطت إرشادات عديدة اليوم للعالم لتحافظ على الصحة العقلية والصحة النفسية جراء هيدا الوباء، تطرقت إلى أهمية التواصل مع الآخرين، نحن قاعدين بالبيوت، وضرورة الحفاظ على الروابط الاجتماعية وخصوصا مع كبار السن. اليوم يعني بالحجر المنزلي ليه هالقد مهم الإنسان يضل على تواصل مع غيره؟ طبعا عم نحكي على التواصل عبر الفيديو كول واتساب، أكيد مش لأنه نحن لما نحكي بشكل عام عن شيء اسمه صحة health، نحكي عن عدة أنواع صحة. يعني إذا بدك الصحة بتتقسم، الصحة منا بس صحة بدنية، عندك الصحة النفسية، الصحة الروحية، الصحة الاجتماعية، ويعني الصحة هي مشعبة. سو السوشيال هيلث هي العلاقة بالحياة الاجتماعية، نحن اليوم محرومين منها الشغلة، وفي فئات معينة من الأشخاص بيبنوا إذا بدك على هالحياة الاجتماعية يلي اليوم هن محرومين منها. الإنسان بحاجة يكون هو إنسان بشكل عام in general، يعني الأكترية طبعا في استثناء في exceptions، بس in general هو إنسان اجتماعي. دونك that's why هذا الشيء كتير صعب إنه الشخص يكون بعيد عن الناس، وحتى في ناس بحاجة إنه يمكن يغمروا بعض الأشخاص أو يسلموا على ناس أو حتى يتباوسوا. هذا الشيء اشتقنا له، يعني زمان أنا مني مسلم على حدا أو عابد حدا اشتقت له، وهذا الشغلة كتير صعبة للإنسان ما يكون في هالتوشي، يعني الفيزيك بينه وبين الأشخاص اللي بحبهم صعب. بالنسبة للأشخاص المسنين ممكن يكون العطلان، هم أنا في فئتين من الناس يمكن بركي شوي بحب ركز عنها، أو ثلاث فئات من الناس المسنين، لأنه بنسمع أكتر نحن أنه ممكن الفيروس يأثر أكتر على الأشخاص مستهدفين أكتر مش بس للإصابة، للcomplications، للمضاعفات، للمشاكل إذا كان الفيروس. يعني عادة هلأ اليوم حسب ما شفت الستاديز بلبنان أنه أكترية الأشخاص اللي بين الأربعين والستين هن أكتر شيء يمكن عم بيكونوا diagnosed، بس أنه الأشخاص اللي عادة عم يتوفوا هن بيكونوا أو مثل عندهم إذا بدك تعقيدات، هن الناس اللي عندهم أمراض مزمنة أو أمراض معينة أو مسنين. so that's why probably يمكن يكونوا عطلانين هم. كمان بدي كمان شير وأشكر وحيي وهن كل الأشخاص اللي هن هلأ
فرونت لاين، يعني كل المسعفين، الممرضين، الممرضات، والحكمة والأطباء، وكل الأشخاص اللي بيشتغلوا بكل الطاقم الطبي من كبير للصغير، حتى اللي بيرتب وبينظف بالمستشفى، لأنه هالأشخاص إني كل يوم عم بيروحوا على مكان ممكن كل يوم يقولوا برك أنا اليوم ما أطلع من هون، أطلع واتليست ما أطلع، بمعنى أطلع اضطر روح على حجر لأنه أنا يمكن أكون انصبت بالفيروس. وهالأشخاص كمان لما عم يشتغلوا بالمستشفيات بس يخلص نهارهم ما عم بيروحوا على البيت، هن مجبورين يحجروا حالهم لأنه هن معرضين. سو كتير صعبة برابلي الفترة لهالأشخاص، وأنا هون بحييهم وبقول لهم إنه نحن جاهزين لأي دعم نفسي فينا نقدمه. أكيد تحية كتير كبيرة يعني للمناضلين، للأطباء والممرضين والمسعفين بالصليب الأحمر اللبناني، هن نعم. يعني اليوم بالصف الأول عم بيواجهوا هالمعركة اليوم. أكيد. يعني تأثير وباء الكورونا على الطاقم الطبي أيضا صعب مثل تأثيره على الأشخاص اللي قاعدة ببيوتها، ولا فينا نعتبر إنه الطواقم الطبية يعني اليوم الأطباء لابد ما يكون مارق معهم بمسيرتهم المهنية حالات كتير صعبة، حالات مستعصية، يمكن بيجي الأوقات مريض بين إيديهم بين الحياة والموت. نعم، هلأ بشكل عام يعني الأطباء والأشخاص مثل المسعفين والمريضين والمريضات وكل الطاقم الطبي بشكل عام بيكون مثل مجهز حاله أنه هو بحياته عنده هيدي المهمة أنه يكون موجود لحتى يساعد. بس نحن اليوم بوضع كتير استثنائي، يعني نحن اليوم في كتير عامل مجهول كبير بالنسبة لكيف ممكن واحد يلقط الفيروس حتى. بقى أكيد هنا عم بيكونوا كل يوم موجودين تقريبا، والوقت مجهول، والوقت مجهول أكيد. بقى كل يوم الشخص عم بيروح عم بيشتغل ما بيعرف إذا اليوم حيلقط الفيروس أو لا، ومثل ما بتعرفي مش دغري ببلشوا يبينوا العوارض، مش هيك هن حاجين حالهم اللي هو بعد مستوى تاني أو ليفل تاني من استرس عليهم. وكمان أنا بترجع كمان الفت نظر هون على الأشخاص اللي بركي انصابوا بالفيروس، اللي بيسكلي انصابوا يعني لقطوا الكوفيد 19 فيروس، اللي كمان مهم إنه نحنا ما ننسى إنه الأشخاص كمان عم بيكونوا بالحجر إن كان بالمستشفى أو البيت لحالهم، إذا هن لقطين الفيروس إن هن أوريدي مريضين عضويا لأنه عندهم العوارض التنفسية إلى آخره، والحرارة العالية والوجع الرأس الأول إتسترا، وده سيم تايم هن لحالهم ما قادرين يكون معهم حدا لأنه ما في حدا يزورهم. أكيد هيدا ستريس نفسي كتير قوي على الأشخاص اللي عم بينصابوا بالكورونا فيروس، وفترة طويلة عم تحكي 14 نهار على القليلة بده يكونوا بهذا الحجر. سو بعتقد أنا أنه لازم نحن نحاول أنه كمان نشوف بأي طريقة فينا نتواصل أو نجرب نساعد لندعم هالأشخاص يلي هن أكشي مصابين بالفيروس، يمكن عبر السكايب أو التيلي كونسلتيشن، بس لازم نحن نفكر فيهم كمان مش بس بالطاقم الطبي اللي هو أكيد طبعا مهم أنه نهتم فيه كمان. صح، للأسف اليوم كمان يعني في ظاهرة التنمر على المصابين وعلى أهل المصابين، يعني لاحظنا بالفترة الأخيرة في كتير أشخاص حبوا يقدموا بتصرف الدولة مباني معينة، شقق معينة لتكون حجر صحي للمصابين بالكورونا. شفنا رفض كتير كبير من أبناء هالبلدة هالمنطقة أنه ما بدنا يكون في مصابين هون قريب منا، مع أنه علمياً ما بيأثر هالشي يعني أكيد إذا هني منفصلين بشقة معزولة أو مبنى. هو الفيروس يعني بشكل عام إذا بنجي بناخد الفيرولوجي كعلم بحد ذاته اللي هو علم الفيروس، أوكي، مبدئيا لما الفيروس الشخص يلقطه مثل هيدا النوع الفيروس مبدأ لما يطلع من الجسم الشخص بصير عنده مثل نوع مناعة لإله، يعني بس يخلص من الجسم ويصير الفحص PCR نيجاتيف مرة أو مرتين بيكون الفيروس خلص من جسمه. بس لأنه في شوية مجهول نحن بعد ما كتير نعرف عن الفيروس ممكن هذا الشيء يسبب أنه يصير فيه مثل نوع وصمة عار على الشخص اللي لقط الفيروس، والناس تنظر له مثل كأنه هذا الشخص اللي لقط الكوفيد 19 أو هذا الشخص اللي كان عنده كورونا. هذا الشيء طبعا كتير مضر نفسيا، وهي فيه مثل ما عم تقولي بولينج، نوع تنمر. هذا الشيء لازم يقف هلا فورا لانه اتس فيروس، وبالنهايه لما يطلع من الجسم مفروض يطلع من الجسم، مع انه بالسابق يعني دائما في تعاطف كتير كبير مع الشخص المريض او مصاب باي مرض. اليوم عم نشوف لانه في هذا بالعكس، لانه في العامل المجهول وبعدنا بيعز الوباء. بقى بتخيل لانه الوضع جديد وفي عندك عامل مجهول لانه بعدنا بعز هذا الستريس الحاد هلا، بقى الناس يمكن بعد ما كتير قادره تستوعب الفكره وهيك تفكر فيها للشغلة، بعد شوية مضطربة وخايفة وعطلانة هم، مش هيك بتفضل انه تخلي الناس يلي انصابوا بالفيروس بعد عنهم. بس هيدا الشيء كتير الانسان لازم ينتبه منه لانه ممكن يأثر بطريقة كتير سلبية على نفسيته للشخص اللي كان مصاب إذا صار في تنمر عليه. طبعا يعني اليوم المريض يعني كل همه أنه يشفى ويطلع من هالمرض، يعني مش بحاجة يتعرض أكيد لأزمة نفسية أكبر وضغط نفسي من المحيطين فيه. دكتور، لنكفي شوي بتوصية منظمة الصحة العالمية والإرشادات يلي أعلنتها، تطرقت إلى ضرورة الحفاظ على الروتين يومي للأشخاص، طبعاً. يعني من ناحية طبعاً. توقيت معين للوعي، للنوم، للأكل، لممارسة الرياضة، وحدد
كمان للأطفال. ضروري اليوم، ليه ضروري هالقد اليوم الأولاد يكون عندهم روتين يومي يمشوا عليه وما يكون نهارهم عشوائي ومش منظم؟ هلأ إذا بنحكي أول شيء من ناحية فيزيولوجية بطريقة بسيطة، أنه الإنسان اللي بتخربط نومه بتخربط أكله بتخربط كله حتى نفسيته. أوريدي يعني فيزيولوجيا الجسم مفروض يكون نايم بالليل وواعي بالنهار وعم ناكل 4-5 مرات بالنهار، يعني هدول من أبسط البيسكس تبع فيزيولوجية الإنسان الطبيعية. نحن اليوم لأنه ما في شيء بيلزم الشخص أن يكون عنده روتين، يعني منه مضطر الشخص، مش منه مضطر، ما قادر إذا بدك يقوم يروح على شغله بوقت معين، يمكن ينام زيادة، هيدا الشيء طبعا بالليل بيخليه ينام مأخر، سو هيدا الروتين عم بتخربط. هلا عند الأولاد يمكن بتخيل إذا ماني غلطان إنه بعد كتير المدارس وبعد الجامعات يمكن عندهم كورسات على الأونلاين هلا الفترة، سو يمكن التلاميذ عم يضطروا يقوموا على صفوفهم، بس at the same time still بعد قاعد على الكرسي كل النهار، مش مثل لما يكون واحد بالمدرسة أو بالجامعة بيقدر يتحرك بين صف وصف. بقى أكيد مهم الروتين كتير مهم عند الصغار مثل ما عند الكبار كمان. أكيد صعب، يعني كمان أنا ما بدي يكون مثل أقول الحكي هين واحد يجي ينظر، بس أنه نجرب قد ما فينا أنه الشخص اللي حس حاله مخربط ينتبه. وأهم شيء أنه كمان بالليل إذا الواحد قاعد ببيته كمان ينتبه أنه مش كل يوم هو نهار السبت بالليل، يعني إذا حدا لنقول عادة بالليل نهار السبت بيظهر بيشرب درينك شي محل مع أصحابه، مش كل ليلة لازم واحد يكون حاطط كيس قدامه عم يشرب الكول أو يتناول أي نوع مواد، وخاصة بالنهار كمان إن كان القهوة أو الدخان، يعني هو بعض السبستنسز اللي نحن عادة منتناولها أوقات بدنا نجرب كمان ضلنا عم نتناولها أوقات، لأنه ممكن تصير متكررة وبكمية كبيرة، يعني يصير الشخص كل يوم عم بيقعد بالليل يشرب، هذا الشيء مضر لأنه كمان فيزيولوجيا بيخربط الإنسان، نوعية النوم ما بتكون كتير منيحة، ساعتها نفسيته بتصير مخربطة تاني النهار وعصبي أكتر. بقى الكافيين بليز تيك إت إيزي، كافيين الكحول نيكوتين. دكتور قبل ما نختم اليوم، يعني سوري وقتنا مختصر جدا، هل برأيك ما بعد كورونا رح يكون كما قبل كورونا؟ يعني بهيك ظرف استثنائي العالم بتتجه إلى أنه تستخلص رسالة إيجابية من هالأزمة اللي قطعت فيها، ولا بالعكس بيبقى عندهم ترددات سلبية بتبقى معهم لبعدين؟ بالنسبة للوضع اللي احنا فيه هلأ بالكورونا صعب أقدر أعرف، لأنه بعد طبعا ما وصلنا له، بس اللي فيني أقوله أنه بالنسبة إذا براجع شوية الريفرنسز لبانداميكس أو إبيداميكس حصلوا بالماضي، واللي شفته هو أنه عادة اللي بيصير أنه بيكون في مثل مرحلة ما مؤقتة، مرحلة عابرة ترانزيشن، من بعد ما إذا بدك ينفك الحجر والناس ترجع شوي شوي على حياتها. يعني نحن عم نلاحظ انه هلا يمكن صار السيارات فيها تتجول حسب الرقم، يعني بلش يصير في شوية ستيب باي ستيب اذا بدك بطريقة هيك متدرجة انه نرجع على حياتنا، بس بتخيل انه حتى الناس يمكن حتعوز شوية وقت لترجع تتأقلم على الحياة اللي ما قبل الكورونا ترجع، يمكن مش دغري يسلموا على بعض او يتباوسوا ويضل في هذا النوع الحذر. ايه بس مش كل الناس حنسيسر اللي تصير عندها اضطرابات نفسية من وراء الفترة هلأ، بده يكون حدا عنده أصلا استعداد وراثي لهذا الشيء. يعني أنا برجع بشدد أنه إذا الشخص هلأ قاطع فترة صعبة يستشير اختصاصي، بس كمان بحب طمن أنه إذا الشخص أصلا هو ما عنده استعداد وراثي واستعداد نفسي ليكون عنده اضطراب نفسي، مش رح يصير عنده اضطراب نفسي بس لأنه قطعين بهالفترة، بده يكون في أصلا استعداد وراثي بيولوجي واستعداد نفسي. وممكن بعض الأشخاص هالفترة تسبب لهم خضة نفسية أو بركة تعمل لهم اضطراب ما بعد الصدمة أو تروما post traumatic stress disorder، بس عادة هيدا عند أقلية الناس، يعني 10-20% بس معرضين لهيك نوع اضطراب إذا كان قدامهم صار فيه يعني هالشي خضهم بهالفترة، بس أنه الأكترية الناس عادة بترجع تتأقلم بيمشي حالها. بدنا نشكرك كتير دكتور ميشيل نوفل على يعني إن شاء الله نكون قدمنا كمية كتير كبيرة من المعلومات بهالوقت المحدد. بدنا نشكرك دكتور ميشيل نوفل، اختصاصي صحة نفسية، معالج نفسي وطبيب ونائب رئيس جمعية علم النفس بالشرق الأوسط. شكرا كتير لحضورك معنا. مشاهدينا، النظام الغذائي هو الموضوع اللي رح نضوي عليه بهالقسم من حلقتنا. طبعا الحجر المنزلي بيسبب اضطراب بالأكل بكتير حالات، ولكن المعلومات الطبية بتأكد إنه الغذاء الصحي المتوازن وممارسة الرياضة بتحمينا من عدوى الكورونا. بهالإطار بتنضم لنا عبر سكايب اختصاصية التغذية ميرنا الفتى للاطلاع على كيفية الحفاظ على نظامنا الغذائي داخل الحجر المنزلي. ميرنا مساء الخير. بونسوار.
بداية، كيف بيقدروا المواطنين اليوم يلي ملتزمين الحجر المنزلي ينظموا أكثر طريقة أكلهم بهيك ظرف خلى حياتهم تنقلب فجأة، يعني رغم الميول للاضطرابات بالأكل؟ أهم شغلة لازم نعرفها، لأنه نحن مثل ما كان هلأ عم بيحكي الدكتور، إجمالاً ما في كتير نظام بحياتنا. معناتها المشكل أنه أغلبية الأشخاص عم بيوعوا شوي مأخرين، وعم بيوعوا وعم بيناموا كتير مأخرين. معناتها عم بيصير في شوي غلط بالسيستام أليمنتير تبعهم، ومن بيناتها عم ببلشوا يشيلوا من الوجبات. يعني مثلا انا وعيت مأخرة، بدل ما اتروق دغري يلا بنطر نص ساعة بيجي ترم الغدا بتغدى، ساعتها صار السناك تبعي صار مأخر والعشاء تأخر أكتر بكتير. هيدا من أكتر القصص الغلط اللي بنعملها، من أول الأغلاط البديهية اللي بنعملها بالحجر المنزلي اللي نحن فيه. دونك بس هيدا ضروري تحديدا ميرنا شو بنسميه، اضطراب بالأكل ولا يعني أكل بشكل عشوائي؟ بس هيدا تنحدد المفهوم. اضطراب بنظام الاكل اللي نحن عم ناكل. الاكل العشوائي يعني انا عم باخذ سناكات كيف ما كان وشو ما كان، يعني ما عدت عم بتروق اتغدى اتعشى، صرت عم بلقمش كل النهار بس ما في عندي ولا وجبه مزبوطه. وبدنا نعرف شغله هون، كل شخص او كل حدا عنده مشاكل صحيه معلقه بالاكل هون بدنا ننتبه. يعني الاشخاص اللي في عندهم انوركسي مونتال هون، يعني الاشخاص اللي ما بياكلوا وبيفكروا حالهم بياكلوا كتير وهن وزنهم كتير قليل وبشوفوا حالهم على المرايه كتير ناصحين، هون المشاكل الصحيه بتكبر عندهم، بدنا ننتبه لهم. هون ساعتها ضروري يضلهم عم بيتابعوا مع اختصاص التغذيه اللي عم بيساعده والطبيب النفسي اللي عم بيساعده. كمان الأشخاص اللي في عندهم بوليمي، يعني فجأة بيفوتوا بيأكلوا 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 كميات كتير كبيرة من الحلو ومن المالح ومن عجق شو ما كان، وبنرجع منفوت من راجع. هون بدنا ننتبه، هؤلاء الأشخاص كمان ضروري نعمل متابعة كتير، باجة كتير طويلة من بعد الحجر ومن بعد المشاكل اللي نحنا فيها. ميرنا، إذا بدنا نحكي شوي عن اللحوم والدجاج يلي ينصح بطهيها بشكل كتير منيح قبل تناولها بهيدي الفترة، يعني كيف فينا نفسر هالموضوع تحديدا؟ يوم في مخاوف تجاه اللحوم والدجاج والبيض أيضا، هل يجب تجنب أكل اللحوم النية كليا؟ وبالنسبة للمأكولات البحرية أيضا، هل يجب تخفيفها أو الابتعاد عنها كليا بهالفترة؟ نحن اجمالا لو ما في كورونا بنقول للاشخاص قد ما فيكم بعدوا عن اللحم الني. مشكله اللحم الني انه هي اذا كنت عم بحكي كلحمه، بخاف القط دي بارازيت، بخاف القط توكسوبلاسموز، بخاف القط شيجيلا، هودي من الامراض يلي بلقطها من اللحمه يلي رح توطي لي مناعتي تلقائيا. بذات الوقت لما نحكي نحن سمك بالاخص اذا سوشي او سومو او سمك ني، بدي انتبه هدول مليانين بارازيت وممكن البارازيت يوطوا لي مناعتي. كمان ذات الشيء اذا بنحكي عن البيض مثلا، هلا اغلبيه العالم عم بيروحوا لياكلوا الاكل الشوي طبيعي، يعني عم بيجيبوا البيض عم بجربوا ياخذوا بيض برشت. انتبهوا نحن عريسك هون نلقط سالمونيلا، مش مضطرين بهيدي الفتره نوطي مناعتنا. كمان يعني هون بدي انتبه، حتى لو عم نجيب لبن بقول هودي من المزرعه وبعرف المزرعه وكتير طازه، ضروري بسترن، ضروري اغليهم وارجع اخذ منهم، والا حرام منفوت بدباجه الشيجيلا وكتير امراض نحن بغنى عنها. الحلو بالكورونا فيروس انه هو بيموت بسرعه على النار، يعني على درجه حراره 60 درجه بيكون مات. يعني نحن مش خايفين من الكورونا، نحن خايفين من الامراض الثانيه يلي رح توطي لي مناعتي يلي رح تخليني اصير على ريسك اكثر القط الكورونا. هيدي شغله. تاني شغلة، ما تخافوا، أسيديتي المعدة عم تقتل الفيروس. يعني لو أنا أكلت الفيروس بمجرد ما أنا ما تنشأته معدتي عم بتهضمه وعم بتكسره، يعني هيدا بالقليل شيء إيجابي بهالفيروس. هاي نقطة مهمة 100%. فإذا ما تخافوا أبدا من الأكل، بمجرد ما هو مطهو شوي نحن بعاد عن الكورونا من ناحية الأكل إن شاء الله. ميرنا، على سيرة المناعة، اليوم في كتير ناس عم تسأل عن أنواع المأكولات يلي بتساهم بتقوية جهاز المناعة وبالتالي طبعا لتفادي فيروس الكورونا، فشو هي المأكولات اللي بتنصح المشاهدين يتناولوها؟
اهم شغله بس نحكي كورونا نحكي بالفيتامين سي، لانه صرنا كلنا اغلبيتنا عارفين انه الفيتامين سي اجمالا عم بيقتل قد ما فيه، وعم بجرب كل ما يجي كور اترانجي، كل ما يجي جسم غريب على جسمي، جزء الفيتامين سي عم بيساعد لحتى نحارب. الفيتامين سي بشو موجود؟ موجود بكميه كبيره بالحمضيات، موجود بالكيوي، موجود بالفليفله. من جديد طلعت دراسة حلوة كتير، يعني أنا بصراحة اليوم قريتها، هي الدراسة عمرها يومين تقريبا، عم تحكي عن أهمية الملوخية. الملوخية الخضراء عم تقتل الـ ARN تبع الفيروس، يعني عم تقتل شكل الفيروس، معناتها كتير منيحة الملوخية قبل ما يصير في عند الفيروس، وأثناء الأشخاص المرضى اللي عم يتعالجوا للفيروس كتير منيحة عم بتكون الملوخية. وطبعا بس نحكي ملوخية، يعني بنحكي ملوخية الخضراء، عدا عن انه عنا الهليون يعتبر كتير منيح لألنا، عدا انه عنا الخس، عدا انه عنا الكيل، عدا انه عنا، بليز نبعد عن السكر قد ما فينا، بليز نبعد. هلا الأغلبية عم بفجروا مواهبهم كتير طبخ، كتير جاتويات، كتير قصص فيها صوص فيها كريمة. هلأ بهيدي الفترة شوي نبعد عنها، لأنه كل شيء له علاقة بالسكر، كل شيء له علاقة بالنشويات السريعة عم بيزيدوا الالتهابات بقلب جسمنا، عم بيضعفوا لنا مناعتنا. يعني ضروري انتبه علي مناعتي ببعض القصص اللي لونها أخضر وبالفيتامين سي وبالمغنيسيوم، بذات الوقت انتبه على القصص اللي فيها سكر لأنه عم بتوطي لي مناعتي. أوكي ميرنا الفتى اختصاصية التغذية، شكرا لك على هيدي المداخلة، وشكرا على كل المعلومات. ان شاء الله يعني نكون جاوبنا على كل التساؤلات عند الناس اللي قاعدة ببيوتها اليوم. مشاهدينا كان وقتنا مختصر اليوم بحلقة مباشر، انا بشكركم وبودعكم، ملتقانا معكم بيتجدد كل يوم بتمام الساعة 5.